السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا 18 أوت 2022، رانا في القليعة ولاية تيبازا عند عائلة الدواجي بمناسبة زفاف ابنتهم كريمة مع السيد آدم محمد آدم. ألف مبروك، ألف مبروك للجميع، لعقيبة للذرية الصالحة إن شاء الله. هذا الفيديو كان تحت طلب زبائني، وخدمت لهم ديجا في العائلة نتاعهم في بودوا عائلة بن شيحة. نخرجوا للهواء الطلق. اليوم كانت عندنا كامل الخدمات، عندنا سمحوا لي جاتني رسالة. المهم كان عندنا كامل الخدمات، عندنا خدمة الضيوف ولا لي سيرفيس، وعندنا غسيلة الأواني لي بلونجوز لوكاسيون دو فيسال كيرا أواني العشاء، وعندنا بيان سور لو ترونسبور داخل في الوسط الثاني، عندنا المنيو كلاسيك متوم مع الشربة والبوراك الشلاضة واللحم الحلو. هذه هي اللحم الحلو هنا، يعني حاطة برك يعني عينة فقط. هنا شوفوا رانا تحت، الله يبارك، رانا في حديقة. شوفوا النحلة وبدا، شفتوا ديجا النحل كان قدام اللحم الحلو والسلاطة. دركا هاو ديجا رانا في الطاسك في حديقة، الله يبارك. هذا قلت لكم حطيتكم كعينة، دوكا نحطوا الطابلة فيها هذا النوع وطابلة فيها هذا النوع، باسكو شوفوا لا شارج لاسيات نتاع اللحم الحلو راهي تخو شارجي. صافي واحد في طابلة، الله يبارك، شوفوا شحال ما شاء الله راهي معمرة اسيات. وكما قلنا لي فخوي ساك كامل راهم غاليين، واسيات وحدة تكفي وبزيادة. مع ثاني كاين لي فخوي لهنايا، كاين لي غيزان، ولا كاين الفواكه اللي حنحطوهم اليوم، العنب. ما شاء الله المكان اللي رانا فيه واسع وجميل، الله يبارك. مبروك عليك سيداتي، مبروك عليك الأنسة كريمة بزيان السعد إن شاء الله يا ربي. عجبني هذا تاع التقطير، هذا السيستم تاع التقطير غوتا غوت، فوالا عجبني بزاف. والقاعدة شابة، الله يبارك، إن شاء الله برك الأضواء، هاي كاينة الأضواء، فوالا. جيت نهضر على الاضواء. هنايا كي نكونوا تحت في الهواء الطلق ما شاء الله، واش نخافوا من ذاك الشتاء ولا الريح ولا تكون حاله مش مغطيه. اليوم يعني راهو الجو لطيف وجميل، ما راح ياكلوا العشاء 7:30 ولا ما شاء الله كما قلت لكم. والبلاصه راهي نقيه وكالم، الله يبارك بصحتكم مسبقا. طاجين الحلو تاع اليوم درناه باللحم الحلو حسب طلب السيدة، أكيد هذا هو اللحم الحلو التقليدي تاع زمان، طاجين الحلو ولا اللحم الحلو باللحم بيان سيغ، بقطع اللحم كما راكم تشوفوا. الأغلبية دوكا راهم 90% يطلبوا أكيد طاجين الحلو بلا لحم كما راهو ينتكل، قليل وين ياكلوا اللحم، وعلى كل واحد والذوق نتاعو. طيب زبده، الله يبارك، وماشي طايح. يعني هذه دائما نوصيكم، ولا كنت نوصي لي ستاجير، كي تكوني طيبي اللحم تاعك خليه يطيب ا 80%، ومن بعد بيان سور لا كويسون تاعو هذاك يكملها، ولا الطبخ نتاعو يكمل 100%. كي تبداي تسخني بون، كي تكون كميه كبيره، كي تكون كميه صغيره طيبيها 100% بيان سور، مي كي تكون كميه كبيره لازم طيبي ا 80% ولا 80%. اللحم ما تخليش يطيب حتى يطيب لكم بعد يدقدق مع السخانه، راكم تعرفوا مع تكون كميه كبيره يشد السخانه في بعضها. صافي يطيب لك اللحم ا 80% ولا 80%، ومن بعد كيف مع لا شالور ولا مع الحراره هذيك اللي يكون فيها في القدر نتاعو، ومع التسخان ثاني حنا نخلوه يسخن على نار قليل
قليله فيوزا حتى يخلص العرس باش نحطوا الماكله سخونه. الصدر لو كان تخلي وبيان سا كتكون كميات كبيره راح نقسمهم على طناجر صغيره باش ما نفسدوش وباش اللحم تاعنا يبقى توجور انتاكت. المهم ان شاء الله كامل تكونوا استفدتوا من الملاحظات اللي قدمتهم لكم. الملاحظه اللي نقولها لكم ثاني اللي بزاف بزاف ناس راهم يغلطوا فيها يخافوا ويشمخوا لي الحميصه بكري يخافوا ينساوها باش يشمخوها ومن بعد يشمخوها لي بكري. الوغ الحميصه لازم لها في السخانه ولا في فتره الصيف الفتره الصيفيه 9 سوايع 9 ساعات باش تشمخ لي فوق 9 سوايع تمد لك نتيجه. قاعده الله الله ما شاء الله. هاني مزروب بصح الله غالب التليفون كلم ديال شارجي ودوك راح يتعشى وراني مزروبه. السوبيارات خصونا هنايا البنات.